هلو everybody حبايبي طلبة طلبات صف التالت الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية مع تكملة محافظات 2020. والنهاردة معادنا مع محافظة دمياط، ودي محافظة رقم 10. تعالى كده نشوف الـ first question. Finish the following dialogue. ريم and أمل are talking about the mid-year holiday. طبعا بيتكلموا عن أجازة نص السنة. فريم بتقول لأمل the mid-year holiday will start next week، بتقول لها إن أجازة نص السنة هتبدأ الأسبوع اللي جاي. قالت لها that's right. وبعدين قالت لها I'm going to go to شرم الشيخ، والله أنا هروح شرم الشيخ. طبعا هنا أنا قدامي إن أنا أسأل سؤال من الاتنين، يا إما أقول لها ماذا سوف تفعلي أو أين سوف تذهبي. طبعا لو سألت ب where فهقول where، وبعدين I am أنا عارف إنها تطلع في السؤال are you. So where are you going؟ where are you going يعني أنت رايحة فين؟ where are you going يعني رايحة فين؟ ممكن أقول لها what are you going to do يعني هتعملي إيه؟ فسألت سؤال تاني قالت لها because it's a wonderful place for a holiday. Because it's a wonderful place for a holiday. طبعا هنا ممكن تسألها وتقول لها why is شرم الشيخ؟ تاني why is شرم الشيخ؟ يعني ليه شرم الشيخ؟ أو شكل ما احنا بنقول اشمعنى شرم الشيخ؟ طيب ممكن أقول لها كمان why are you going to شرم الشيخ؟ يعني ليه أنت هتروحي شرم الشيخ؟ فريم ردت عليها قالت لها because it's a wonderful place for the holiday. فأمل بتقول لها what activities can you do there؟ يعني ايه النشاطات اللي انت ممكن تقومي بيها هناك؟ طبعا هنا يو بحولها الاي واجيب الفعل المساعد بتاعي كان، فهقول I can go diving يعني ممكن امارس رياضة الغطس. تاني I can go diving or I can go scuba diving or I can go snorkeling، اي نشاط اقدر اديه هناك. فبتقول لها I wish you happy mid-year holiday، اتمنى لك اجازة نص سنة سعيدة. طبعا لما حد يتمنى لي حاجة كويسة اكيد بقول له thank you يعني شكرا. تعال نشوف السؤال الثاني، بيقول لي you want to invite your friend to your house this Sunday. طبعا انت بتدعي زميلك ان هو يجي بيتك يوم الحد، فاذا هقول how about coming to my house this Sunday. How about coming to my house this Sunday. How about coming to my house this Sunday. يعني ايه رأيك تيجي البيت بتاعي يوم الحد؟ طبعا في طرق كتير للدعوة، ممكن اقول له would you like to come to my house this Sunday or I'd like to invite you to come to my house this Sunday. طبعا اي اسلوب من اساليب الدعوة هيبقى صحيح. تعالى نمبر 2، بيقول a friend asks you to go to the beach on Friday you would like to go، وانت حابب تروح، فحول له I'd love to come. تاني I'd love to come يعني اود ان انا اجي او حابب ان انا اجي. تعال نشوف نمبر 3، بيقول an old man wants to cross the street you offer to help him. يعني في راجل عجوز عايز يعبر الشارع وانت عايز تساعده، فطبعا هنا طالما هعرض عليه المساعده فحوله can I help you. تاني can I help you يعني ممكن اساعدك، لو عايز اكمل ممكن اقول له can I help you cross the street ممكن اساعدك في عبور الشارع. تعال نشوف الباسج بتاعتنا، القطع بتاعتنا، بيقول لي how amazing is the life of animals يعني كم هي مدهشه او ممتعه حياه الحيوانات. In winter في الشتاء many animals and birds travel hundreds of kilometers looking for a warmer climate and more food. طبعا بيقول لي ان في الشتاء كتير من الحيوانات والطيور بتسافر مسافات طويلة عشان تبحث عن المناخ الدافي وكمان تبحث عن الطعام. This journey takes place every year at about the same time. طبعا بيقول لي الرحلة دي بتحصل كل سنة في نفس الميعاد. طبعا كلمة take place معناها يحدث. تاني take place معناها يحدث تساوي كلمة happen. Well it's common to see birds sitting on walls or telephone wires. كلمة wires يعني أسلاك. تاني wires معناها أسلاك. To travel the long distance waiting to travel the long distance between the places where they spend their summer and their winter. بقولي شائع طبعا انك تشوف طيور واقفة على الجدران او واقفة على أسلاك التليفون منتظرة انها تسافر مسافات طويلة بين اماكن حيث يستطيعون قضاء الصيف والشتاء. Well, scientists don't know exactly how they find their way to and from their winter homes. طبعا بيقول لي ان العلماء مش عارفين بالظبط ازاي هم بيحددوا الطريق بتاعهم لبيوتهم الشتوية او مواطنهم الشتوية. Some people believe that birds depend on their senses. طبعا بعض الناس بتعتقد ان هم بيعتمدوا على الحواس. كلمة senses يعني حواس including their sense of smell، وده بيشمل حاسة الشم
to help them find the way عشان يساعدهم في إيجاد الطريق. Some animals and birds travel thousands of kilometers يعني بيسافروا آلاف الكيلومترات. It's surprising مدهش that the blue whale in الحوت الأزرق has been known to travel up to 20,000 kilometers يعني الحوت الأزرق ده بيسافر 20,000 كيلومتر. تعال نشوف يلا الأسئلة بتاعتنا. السؤال الأولاني بيقول لي where do birds sit waiting to travel the long distance يعني بيقول لي بيقعدوا فين منتظرين عشان يبدأوا رحلتهم الطويلة والمسافات الطويلة دي. طبعا شكل ما قال لنا في القطعة ان هما they sit on walls يعني على الجدران and telephone wires اللي هي أسلاك التليفونات. telephone wires اللي هي أسلاك التليفونات. تعال نشوف سؤال تاني بيقولوا which thing do the birds depend on find their way. طبعا الناس كلها بتعتقد انهم بيعتمدوا على their senses يعني على الحواس بتاعتهم. تاني their senses يعني الحواس بتاعتهم. تعال نشوف السؤال التالي بيقولوا why do you think birds spend winter and summer in different places يعني ليه بتعتقد ان الطيور بيقضوا الصيف والشتاء في اماكن مختلفه. طبعا شكل ما قال لي في القطعه اكيد to look for warmer climate and more food يعني طعام اكتر. طبعا اكيد بينتقلوا من مكان لمكان من اجل اكيد المناخ وكمان من اجل الايه من اجل الطعام. طب تعالى بيقول لي the underlined pronoun they. they الضمير they ده refers to a عايد على مين؟ اكيد هلاقيه عايد على البيردز اند انيمالز يعني الطيور والحيوانات. تعالى نشوف نمبر 5 بيقول لي the blue whale has been known to travel up to kilometers. طبعا عرفنا ان هو بيسافر لاكثر من 20,000 كيلومتر فبالتالي هقول 20,000. تعالى نشوف سؤال القصه بتاعنا نمبر 1 بيقول لي بلاك بيوتي. عارفين ان بلاك بيوتي ده حصان كان عنده one white foot يعني كان ليه قدم بيضاء فبالتالي هقول this horse which had one white foot. تعال نشوف جون مالي. عارفين ان جون مالي كان المساعد بتاع سكوير جاردن فبالتالي هقول جون مالي was سكوير جاردن's helper. طب مسز جاردن احنا عرفنا ان مسز جاردن went with سكوير جاردن to visit some friends يعني راحت معه عشان تزور بعض الاصدقاء. ايرل اند ليدي سميث طبعا قلنا دول نيو اونرز تو بلاك بيوتي سو ذي وير بلاك بيوتيز نيو اونرز. تعال نشوف السؤال الاولاني بيقول لي وات دو يو ثينك بيبول شود دو وذ هورسز ذات بايت اور كيك. يبقى احنا قلنا ذي should be kind to them يعني هما لازم يعاملوهم بشكل جيد or should treat them well يعني يعاملوهم بشكل جيد. be kind to them يعني يكونوا طيبين معهم. اللي بعدها بيقول لي do you think هل تعتقد that black beauty was right to stop crossing the bridge. طبعا اكيد هقول yes اكيد طبعا ايوه انا اعتقد ذلك. طب لما يقول لي ليه هقول because لان it was broken in the middle يعني كان مكسور في المنتصف. تعال نشوف يلا الاختيار بتاعنا نمبر 1 بيقول salt is often used to a fish and other food. طبعا عارفين ان الملح ده بيستخدم في حفظ السمك والاطعمه الاخرى طبعا يعني ايه يحفظ اسمها preserve. طبعا back معناها يعبي celebrate معناها احتفل وdecorate معناها يزين. نمبر 2 بيقول there are 8 A that go around the sun. طبعا في 8 A بيدور حوالين الشمس اكيد هقول 8 planets قلنا planets يعني الكواكب. اللي بعدها wear your coat it ain't rain today. طبعا طالما بقول له البس البلطو بتاعك يبقى ربما تمطر النهارده فبالتالي هقول it might rain today. The next بقول I'd like to a you to my house today. طبعا عايز ادعيك فبالتالي كلمه يدعو اسمها invite. تعال نشوف نمبر 5 بقول له who is your A in the tennis competition. بقول لي مين هو A في التنس كومبيتيشن. طبعا هنا هقول مين هو خصمك والخصم هنا هيكون opponent بمعنى خصم. اللي بعدها بيقول لي you need strong A to be good at most sports يعني انت محتاج A قوية عشان تكون جيد في الرياضيات فهنا اكيد strong muscles يعني عضلات. تعال نشوف الرايت بتاعنا بيقول لي I couldn't find the pen يعني انا ما لقيتش القلم that you lost اللي انت فقدته able to. طبعا سؤال بيتكرر كتير قلت عشان استخدم able to مكان couldn't يبقى لازم اجيب قبلها was or were وهنا نافية بقى اجيب wasn't or weren't. وطبعا able بجوره 2 plus infinitive يعني 2 زائد المصدر فبالتالي هقول I تاخد was بس طبعا هجيبها منفيه I wasn't able to
find the pen that you lost. And the next, I went to visit my cousin last week. She lives in Luxor. يعني رحت علشان أزور بنت عمي الأسبوع اللي فات وهي عايشة في لوكسور. طبعا عشان أربط بهو قلت لازم أشوف هو دي عايدة على مين. هو دي عايدة على my cousin. طب فين الضمير اللي عايدة على هناك؟ هو she. يبقى إذن اللي هيتشال حبايبي هو she. طب وبعدين قال لي my cousin جاية في آخر الجملة الأولى، يبقى هبدأ الجملة الأولى شكل ما هي عادي خالص، فهقول I went to visit my كازن، يعني انا رحت ازور بنت عمي. طيب هو لاست ويك؟ لا، قال لي هو بعدها عادي جدا اهو، ماي كازن هو ليفز ان لوكسر. طب لاست ويك؟ قال لي حطها في الاخر، لاست ويك يعني انا رحت عشان ازور بنت عمي اللي عايشه في الاقصر الاسبوع الماضي. هنشوف نمبر 3، بيقول لي تو ريزست تيك ميني فوتوز اوف ذا بيراميدز، وبيقول استعمل تيكن. طبعا عشان اخلي الفعل المضارع ده تصريف ثالث يعني معناها ان ابني مجهول، وعشان ابني مجهول لازم ابدا بالمفعول. فين المفعول؟ ميني فوتوز، ده الاسم اللي جاي بعد الفعل. فاذا هبدا عادي خالص اهو بميني فوتوز، فهقول ميني فوتوز يعني كثير من الصور. طيب هي ميني فوتوز ايه؟ قال لي اوف ذا بيراميدز، يبقى لازم اقول ميني فوتوز اوف ذا بيراميدز يعني كثير من صور الاهرامات. مالها؟ طبعا هنا الفعل بتاع مضارع، فهجيب ار وبعدين اجيب التصريف الثالث من الفعل اللي هو taken. So many photos are taken by tourists يعني بواسطة السياح. تاني، many photos of the pyramids are taken by tourists يعني كثير من صور الأهرامات بتؤخذ بواسطة السياح. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك بقية الامتحانات. Goodbye. السلام عليكم.